القنبله دي ما كانش المفروض تنفجر. مش ده اللي انا كنت عايزه. امال كنت عايز ايه؟ كنت عايز اربي حمزه. كنت عايز اخليه يسمع الكلام. كنت عايز اخليه ينفذ اي حاجه اطلبها منه بعد كده. تمام. يبقى كان لازم القنبله تنفجر علشان يوصل له الكلام ده. واحنا اي حاجه نعوز نوصلها نموت ناس ابرياء مالهاش ذنب. في ناس ماتت مننا يا سليم، انت دفنتهم بايديك. لازم ناس تموت، دي حرب. افهم، القنبله دي لو ما كانتش انفجرت كان هيحسوا اننا خايفين، كان هيحسوا بضعفنا، وفي اللحظه اللي هيحسوا بيها بضعفنا هي دي اللحظه اللي هيهدوا فيها علينا. مش دي الناس الغلابه اللي انت كنت بتدافع عنهم؟ مش هم دول اللي انت عشانهم عايز توقع النظام؟ فين كلامك يا شيخ جابر؟ فين كلامك يا بتاع ربنا وقال الله وقال الرسول؟ فوق يا سليم واعرف انت بتكلم مين. مش كل الناس اللي انت بتدافع عنها ديت مؤمنين برسالتنا؟ لا، في منهم كتير قوي راضيين باللي بيحصل ده ويهمهم يحافظوا عليه. يعني اي حد هيقف قصادنا هنقتله؟ شرع ربنا هيتطبق ولو العرقاب الجميع. وتاني يا سليم، تاني بقولها لك، زي ما ليك هدف عايز توصل له احنا كمان لينا هدف لازم نوصل له. أظن عرفت سليم عمل إيه. غادة، بلاش الطريقة دي معايا. أنا مش هنا علشان أتحايل عليكي، أنا هنا عشان ألاقي حل ليكي ولينا. وأنا مش عايزة منك حلول، مش عايزة منك حاجة، كفاية قوي اللي حصل لي بسببك. ده مش موضوعنا دلوقتي. إحنا ما بقاش مطلوب مننا إن إحنا نقبض على سليم. بقى مطلوب مننا إن إحنا نوقف اللي هو بيعمله، مهما كان اللي هيحصل. يعني إيه؟ تقتلوه؟ اللي بيعمله سليم لازم يقف. ما عادش عندنا استعداد إن حد تاني يموت بسببه. وأنا ما عنديش استعداد إن أنا أكون السبب في موته. لو ده اللي أنت جايبني عشانه فأنا آسفة، ما عنديش حاجة أقولها لك. مصير سليم دلوقتي متوقف على اللي هتقرريه. عايزينك تساعدينا في القبض على سليم. أنا مش هساعدكم، مش هيحصل وقت. غادة! لو يهمك مصلحة سليم وإنه يتقبض عليه عايش يبقى لازم توافقي. واسمعي اللي أنا بقوله، فكري فيه شوية، بلاش تردي عليا كلمة بكلمة. ما عادش حد هنا في الوزارة يهمه إذا كان يتقبض على سليم حي أو ميت، ولا حتى أنا. أنا كل اللي فارق معايا دلوقتي هو أنتِ، عايزة إيه؟ عايزة أعيش ولا لأ؟ ما هو هيعيش إزاي؟ أنتوا لو قبضتوا عليها هتعدموه. تبقي خدي حقك بالقانون. اطلبي إعادة محاكمة. قولي عليه مجنون يا ستي، وعرضيه على دكاترة، إعملي اللي نفسك فيه. لكن طول ما هو هربان أنا ما أضمنش ممكن يحصل فيه إيه. إذا كان يهمك إن سليم يتقبض عليه عايش يبقى لازم توصلينا ليه. أنا آسف طبعاً إن أنا بحطك في الاختيار ده، بس أنا ما قداميش حل تاني. حطي نفسك مكاني. ايه المطلوب مني؟ هتفضلي معانا هنا لغايه لما يتصل بيكي، وهيتصل بعد ما يعرف ان احنا قبضنا عليكي. ساعتها بس هقولك هتعمل ايه بالظبط. الو، ايوه يا سليم. قبضوا عليا بس خلاص خرجت. مفيش قعدوا يستجوبوني ويسالوني عنك، بس انا قلت لهم ان انا معرفش اي حاجه. لا 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 لا، انا كويسه. بس
صدقني انا كويسه. سليم انا عايزه اقابلك النهارده، في موضوع مهم كنت عايزه اتكلم معاك فيه. لا الليله دي فين؟ مش عايزه يشك في اي حاجه، واحنا هنبقى حواليك. يا انتوا هتقبضوا عليه بس سليم هيفضل عايش مش كده؟ كله تمام، بس انا عايز الناس اللي موجوده هناك تكون لابسه مدني لحد سليم ما يجي ويخش المكان عشان ما يحسش باي حاجه. الموضوع في منتهى الخطورة، عايزه يتم بسرعة وبدون خسائر. وكمان لازم نأمن الشوارع القريبة ونعمل فيها لجان عشان لو هرب. لازم يا جماعة نكون جاهزين لأي احتمال. وأنا وبهاء يا فندم هنبقى قريبين جدا من غادة. لو سليم ظهر هنحاول في الأول نتعامل معاه لوحدنا. وأنا واللواء صبري هنكون على اتصال بيكم، المهم الموضوع يخلص من غير شوشرة، دي فرصتنا. لو نجحنا هنقبض على سليم، لكن لو ما حصلش لأي سبب مش عايز كلمة واحدة. تتسرب، كلامي واضح؟ يا فندم بس سيادتك لازم نكون متأكدين فعلا إن سليم جاي. هيجي. مدام غادة كلمته يبقى أكيد هيجي. مش هنمشي النهاردة إلا لما نجيب أمه. أنا النهاردة يا قاتل يا مقتول. يلا غادة. يلا غادة. يلا ما تقلقش ان شاء الله مش هنسيب حاجه تحصل لها. يلا ما تقلقش على غادة يا حمزة، احنا مش عايزين غير سليم. انا بس مش عايزه يحس بأي حاجة لغاية لما يدخل، مش عايزينه يهرب المرة دي. يهرب بس ازاي يا راجل؟ انت مش شايف المكان كله عامل ازاي؟ ده مترشق بينا، يعني اول ما هيجي خلاص خلصت. انا هاخد لفة كده اطمن على كل حاجة وارجع لك. الو غادة لو سمحتي. يا حمزه عايز ايه؟ اقعدي واهدي كده، مش عايزه يحس باي حاجه. ممكن اهو قعدت اهو كده كويس.
يا شيخ جابر في ايه؟ لا مش هينفع دلوقتي، انا في مشوار مهم مش هينفع اسيبه. مش هينفع. طيب خلاص. لا محدش يعمل حاجة، أنا اللي هتصرف في الموضوع ده. ايوه غدا، انا هفضل قاعده لحد امتى؟ لا هنستنى شويه. ماشي حاضر. تقريبا كده مش جاي. يعني نستنى شويه جايز؟ استنى ايه بس يا فندم، الساعه داخله على 8، قول لهم يرجعوا. مش عارف ما جاش ليه. ما هو حاجه من اتنين،